Vamos. شرفنا اليوم بمقابلة سيادة رئيس الجمهورية وعرضنا عليه موضوع المبادرة متاع سيادته بخصوص القانون مشروع قانون المصالحة الوطنية وأن تونس تستحق اليوم أكثر من أي وقت مضى التفاف المجموعة الوطنية والنظر للمستقبل وتجاوز كل الإعاقات حتى ننظر بعيون جديدة لمستقبل تونس. ووجدنا السيد الرئيس أنه مشروع عبرنا له أنه مشروع هو مشروع إن شاء الله كل القوى الوطنية من أجل تجاوز سلبيات الماضي وننظر إلى المستقبل.